حول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور. طبعا ألم يحن الوقت للنظام القطري أن يعي بأن سياساته خطأ، وأن المشاركون في هذا المؤتمر قد أجمعوا بأن السياسات القطرية هي السياسات الهادمة للإرهاب ويتوافق مع شواغل الدول الأربع؟ هو مبدئيا النظام القطري مش هيعي الكلام اللي حضرتك قلتيه ان هو بيعزز ويدعم الارهاب او مطالب الدول الاربعه الدوليه الا بضغط شعبي او وعي من المواطنين القطريين. نعم. ليه؟ بسبب اكتر من حاجه. اول حاجه ان قطر بتستند على دول هي نفسها بتكرس للصراع الطائفي في المنطقه، بتعول على ايران وعلى تركيا وعلى اسرائيل. الثلاث دول هم اللي بيدعموا الصراعات الطائفيه في المنطقه. عشان كده تلاقي قطر دايما بتستغل الجماعات الجهاديه، سواء تنظيم داعش او جبهه النصره او طالبان او التنظيمات الجهاديه الاخرى. نعم. لتعزيز نفوذ قطر، بان قطر تبقى هي مفتاح حل الازمه او الصراع في اي دوله او اي منطقه في الشرق الاوسط. والدليل على كده اكتر من حاجه ان قطر بتحاول ان هي تفرض نفوذها من خلال توجيه هجمات ارهابيه لاكثر من دوله او تهديد استقرار الامن الدولي. ودعني اسال المواطنين القطريين سؤال: لماذا قطر لم تتعرض لهجمات ارهابيه من تنظيم داعش او من اي تنظيم اخر؟ وهو ده، وقطر واسرائيل هما الدولتين الوحيدتين في الشرق الاوسط اللي ما بيتعرضوش لهجمات ارهابيه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا لسه قطر بتعول دلوقتي ان هي تخش كوسيط في صفقة مع إسرائيل، مبادلة جثة الضابط هادان جولدن اللي تم قتله في غزة 2014. نعم. حماس أعلنت إن هي قتلته، وفي ضابط محتجز حتى الآن في غزة. قطر نعم. بتعرض نفسها كوسيط لمبادلة الضابط الجثة والضابط المحتجز مع إسرائيل. ليه بتبحث لده؟ عشان تعزز من نفوذ قطر كقوة إقليمية. نعم. وبالتالي نعود دكتور، من ناحية أخرى. نعم. نعود إلى سؤالي، وهو الذي يتمحور حول بأن المشاركون في المؤتمر أجمعوا على أن السياسات القطرية سياسات هادمة وداعمة للإرهاب، وأيضا متى سوف تخرج أو متى سوف يعي النظام القطري لهذه السياسات الخاطئة؟ هو النظام القطري عشان يستجيب لمطالب الدول العربية لازم المقاطعة العربية تستمر، ويحصل ضغط شعبي، ويتعزز من المعارضة القطرية. في تيار معارضة قطرية، تيار لمعارضة نعم. النظام القطري طالع قوي جدا، يتم دعمه، وخاصة ان يتم ملاحقة النظام القطري من خلال استغلال عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي، العضوية غير الدائمة، ان هي تعزز من مواقف المنظمات الدولية ومجلس الأمن ضد قطر، لأن قطر طبقا للميثاق 41 من الأمم المتحدة بتهدد السلم والأمن الإقليمي في مصر والسعودية والبحرين. نعم. تمام. والإمارات. فبالتالي أمشي سكة قانونية، والسكة الثانية أو الضغط الثاني أو ضغط أداء إعلامية عشان نحارب قناة الجزيرة، لأن قناة الجزيرة بتبرر لسياسات قطر وبتعزز موقفها وبتشوه الدول الأربعة اللي هو البحرين ومصر والإمارات والسعوديه. ما دي النقطه الثانيه. يبقى النقطه نعم. الاولانيه الاداء القانونيه، والنقطه الثانيه الاداء الاعلاميه. الاداء نعم. السياسيه استمرار الضغط من خلال محاصره دوله قطر من الدول المجاوره لها، وتعزيز فرص المقاطعه حتى يتم الضغط الشعبي من الداخلي. وخليني نعم. استغل الفقره، وان انا اخاطب القطريين: اترضون على انفسكم ان يبقى نظامكم محتمي في قاعده عسكريه؟ نعم. ولكن نعود عسكرية. نعم. نعود دكتور رامي عاشور الى المؤتمر الذي عقد في لندن. ما هي قراءتك للنتائج التي خرج بها مؤتمر المعارضه، وتقييمك طبعا لردود الفعل الدوليه والعربيه تجاه هذا المؤتمر تحديدا؟ هو الحقيقه مؤتمر المعارضه، انا يعني المبررات اللي استند عليها مبررات قويه وناجحه، لكن يحتاج الى الدعم الدولي والدعم الاقليمي خاصه، لان المعارضه بدون اي دعم مش هتحقق اهدافها. فالدعم ده لازم يكون دعم قوي جدا من الدول الرباعيه الدوليه، ودعم قانوني من المنظمات الدوليه. يعني الاربع دول يدعموا المعارضه ويدعموها قانونيا من خلال عضواتهم في المنظمه الدوليه. دي نقطه. النقطه الثانيه، ان في بعض المصالح او المصالح الدوليه، حضرتك ذكرت المواقف الدوليه، عندنا الموقف الفرنسي ابتدى الان يبقى لصالح قطر، لكن ظهرت مظاهرات في فرنسا ضد النظام الفرنسي ان هو بيدعم قطر. دي لازم يتم دعم المظاهرات دي بحيث ان يوصل للراي العام الدولي او المجتمع الدولي ان هو ضد قطر. نعم. النقطه الثالثه، بريطانيا استغلت
نعم نتكلم عن قراءتك تحديدا، قراءتك للنتائج التي خرج اليوم بهذا المنتدى، منتدى او المؤتمر المعارضه. انا 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 في اعتقادي الشخصي او قراءتي انا بدعم النتائج اللي ظهرت، لكن انا اتمنى ان يبقى في دعم اكتر من كده، لان المعارضه دي لازم تترجم على ارض الواقع، يبقى المعارضه ليها تاثير ووجود فعلي على ارض الواقع، مش شعارات او مبادئ تتعمل، لازم المعارضه يبقى ليها وجود، والنظام القطري نفسه الشعب القطري يفهم ان النظام القطري هو 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 اللي حاطط الشعب القطري في المأزق ده، وان المعارضه دي مش هدفها هدم دوله قطر، انما هدفها تصحيح مسار النظام القطري ان لم يستجب، فعليه ان يتم استبداله او تغييره. نعم، من القاهره دكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.